من جانبه أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني أن جولته بالشرق الأوسط تبحث وقف إطلاق النار في غزة. كما شدد وزير الخارجية الفرنسي على أن الوضع في القطاع المأساوي وصعب. أبدأ هذه الجولة الإقليمية في القاهرة وسوف أكمل هذه الجولة في الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان. بحثا عن وقف إطلاق النار بدأت جولتي بمصر لأنكم بلد كبير ولأنكم شريك أساسي في هذه المنطقة ولأنكم شريك أساسي لفرنسا في هذه المنطقة لأن فرنسا معنية مباشرة بآثار هذا النزاع الدائر في الشرق الأوسط ولأن مصر طرف فاعل أساسي لإيجاد حل.